ما هي أهم الأرقام والخلاصات اللي خرجتوا فيها في السوق الكويتي بالنسبة للشركات بعد الأزمة المالية العالمية؟ طبعاً إحنا مركز الجمال للاستشارات الاقتصادية بدأ عام 2000، يعني من أكثر من 21 سنة، فكنا نرصد المستجدات في الاقتصاد عموماً في البورصة تحديداً، يعني بنظرة فاحصة، وتحديداً في 5/11/2007، يعني قبل الأزمة 6 إلى 9 شهور، تنبأنا بالأزمة ونشر في القبس وغيرها تصريحي أن نتوقع كارثة في 2008. كارثة كويتية ما لها علاقة في الأزمة المالية العالمية؟ إيه لا، كارثة كويتية. كارثة كويتية، نعم. فطبعاً ضجوا علينا الناس، والبورصة في اليوم التالي 6/11/2007 صار انخفاض حاد نتيجة يعني الإرباك اللي صار من تصريحنا. طبعاً تصلوا فينا، ليش سويت كذي، خسبكت الدنيا، خسرت الدنيا كذا. فعندنا يعني توقعات ما نقول كلها صحيحة لكن معظمها صائب. فالأزمة يعني كان البورصة قيمتها عشان الأرقام 65 مليار دينار كويتي في عام 2007، في منتصف 2008، يعني قبيل الأزمة. قبيل الأزمة، لأن 2008 بدت يعني إيجابية نسبيا للنصف الأول، بعدين بدأ الانهيار في النصف الثاني. فكان 65 مليار دينار، تخيل أبو عبد الله كم وصلت في القاع إلى 25 مليار، يعني طار ثلثين البورصة. يعني تخيل مدخرات الشعب والدولة بقيمة 40 مليار دينار راحت، يعني 120 مليار دولار. فكارثة يعني. طبعا بفضل الله يعني تنبيهاتي وتحذيراتي مثل ما قلت لك عن تاريخ 6/11/2007 كنت أدقر بالبورصة، أدقر في الارتفاعات، أعطي آراء سلبية، وطبعاً مستحقة، مو قاعد ألف وأخرع. فكانت هذه الآراء تلجم البورصة نوعاً ما، فلو أنها يعني الجمان مبتعد وماشي مع الباقين، الأمور وردية وكذا، كان 65 مليار قفزت إلى 100 مليار، وبعدين السقوط إلى 25، عاد تصير عاد هذه مدمرة بالكامل. سوق مناخ ثاني طبعا. فأنا أزعم أن بعد الله الجمان كان له دور رئيسي ومباشر في تخفيف قدر الإمكان من انهيار البورصة الكويت في 2008 وما بعدها، لأن طول الست شهور كنت أشتغل أني بالوثائق والمستندات والأرقام نقول لهم الأرقام ملعوب فيها، فيها تزوير، في كذب في الإعلام، في ترويج، في تطبيل، هذا ينذر بكارثة، دير بالكم انتبهوا. فهذا كان يحد من الارتفاع الجنوني. فلله الحمد يعني مثل واحد، يعني أنت لما الواحد يطيح من الدور الثاني يعني ها يقعد له 6 أشهر بالرازي، يعني مكسر مني ونا، بس إذا يطيح من الدور 20 أو 100 خلاص سلامتك ها. فالحمد لله يعني ترضرضنا يعني كمجتمع اقتصادي، والحمد لله مشيت الأمور يعني.